على الانترنت. هذا ترقى اسمه. شو سعره؟ 50 درهم. هذا. زين الزوج ب50، زين يقرن يعني. وصوت عدم. ماكو بيهم ما يعرفونه. اي صحيح. وانا سحبته قلت خلوه قاعد على العله. لا حلو انها اصلا شكلها حلوه. اي لا شكلها. هذا الزوج ب35 فنجل. هذا شيرازي 150 فحل مو؟ فر بديله ضايج. خايف زوج المكان. هذا رومبو الزوج 175. هذني عرايس الزوج 20. هذا سعره ب80 دي شرات. هذني على 15000. حربيات هذا. هاي شو سعره؟ 4150. 6؟ هاي شو اسمه؟ صعب الجناح وبين غيبوبة. السلام عليكم. هذا شو سعره؟ هذني 90. هذني سلكيات. هذني رينبو. 125. وهذا هذا سعره 200. تعال اسمه امازوني هذا. هذا واحد ب20000. هذا فات. هذا 45 كناري مفتل. هذا فحل. هذا جيرمن شيبا. بيت 200. هذا ملقح. هذا
هذا زوج بثلاثة ونص سمان هذا ملك عزام بس غرب عادي مخدر عزام اليوم سوق الغزيل معزل بس الفرع مال الاسماك صار تجمع هنا دي جاي يبيعون اليوم الاربعينية فما احد معزلين هذا سعره ب 12000 وهذا سعره 19000 هذا الزوج مالته 2000 وربع انا صغار بعد نعمات بنام صغار هذا نهم يعني زوج 7 سبحان الله عبق في سفوريات من فوق يعني ما ادري وين الاسعار سفن حلوات خلنا بالحوض طب هاي البشة باربعة الاف بشة هاي بس هلا هنا هذا مين ابو العرس ابو العرس اسمه ايه ب 5000 دينار هم يبيعوه ب 30 و 40 شو هو المال اسمه هذا ب 15000 هاي بومر هاي شنو يا صغير؟ لا لا هذا عصفور ويا هاي بومه ما تكبر هذا حجم ام قرون ايه هاي بيت وحده ب 15 هاي جلج طاطواس هاي بيت نصيح لابوز ابو العرس هذا يتالف هذا هذا صيده شعب شوي يصيد هذا سريع هاي زوج ب 50 هاي وحده ب 5000 سلعفو يلا
ها شو اسعار؟ ها قلبي اتك على 100 يا عمر. ها اتك على 100. سبع صار فيها شو؟ غير من المانيا. طبعا اليوم ماكو سوق الغزل معزل 40. هاي هنا مكان الكلاب. طبعا هذا كله مجاني، اكل وجه الله.